من المهم جدا ان احنا نبقى عارفين ماذا يحدث حولنا، ثم نفهم هذه الحقائق، وبناء على ما هو متاح نستطيع ان نقوم باداره ملف الدعم، وهو شيء مهم جدا لضمان الامن والاستقرار الاجتماعي، اللي هو اساس اي عمليه تنميه وتقدم. حضراتكم عارفين وزاره التموين والتجاره الداخليه بالاضافه لاعاده صياغه التجاره الداخليه ورفع مستوى جميع الشركات والمصانع القائمه بالعمل معنا هي جزء اساسي من اداره ملف الدعم. لما نتكلم عن اداره ملف الدعم احنا بنتكلم عن موازنه بيتم وضعها سنويا بعد مناقشات طويله وبعد اعتماد مجلس النواب. حضراتكم تعرفوا الموازنه بتاعت 2021 اللي تم اعتمادها اعتبارا من 1/7/2021 87 مليار جنيه. ال 87 مليار جنيه دول ممكن نحطهم في جزئين كبار، جزء السلع التموينيه وهي 36 مليار جنيه، بمعنى ان حوالي 3 مليار جنيه شهري. الرغيف البلدي بياخد باقي وهو حوالي 51 مليار جنيه. إذن مفهوم إدارة هذا الملف الهام ومفهوم الإدارة عامة هو حسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة. ولما نتكلم عن حسن استغلال الامكانيات المتاحه في مفهوم الدعم، معناه ان احنا عندنا مستفيدين من السلع التمويليه حوالي 64 مليون مواطن مصري وحوالي 71 مليون من دول اللي قدام عينينا، دول اللي بنهتم بيهم. فلو جينا نبص ان موكل الينا من الشعب ان ندير 87 مليار جنيه لصالحه، فلا بد ان نحافظ على ذلك. الحفاظ على ذلك ليس بارضاء الجميع، يعني ارضاء الجميع وحضراتكم تعلموا اكثر مني ليس لها معنى، ولكن هي رفع كفاءة هذه المطلوبة وتقليل الفاقد. وبالتالي لو جينا نبص بعض الملفات اللي حضراتكم أثيرت في الفترة الماضية، وكان منها ملف الخبز. تعلموا جيدا منذ أكثر من سنتين وإحنا قلنا صرف الخبز بالبضاءات التموينية من كل محافظة، والناس استغربت، طب يا عم الراجل جاي من الفيوم وجاي في القاهرة ويصرفه. هذه الأمور الغير معرفة تفتح أبواب للسلام. كلمة غير معرفة يعني أنا عندي قوة معينة و مواطنين معينين موجودين ومسجلين في محافظه معينه. اذا اقدر احسب احتياجاتي. اذا اقدر امد المطاحن باحتياجات الامن. اذا اقدر اتابع المطاحن. لو سيبنا الامور ان مصر كلها واحده واحده هنجد هتدير ازاي؟ زاد استهلاك في حته وقل في حته، هنقعد ايه؟
تحدد الخطط يوميا؟ بعتقد كده.